لو بتفكر تشتري فندقي ومحتار تحسب العائد على الاستثمار هيكون عامل ازاي، فالفيديو ده مهم جدا ان انت تتفرج عليه، لاننا في الفيديو ده هنتكلم عن العائد الاستثمار بثلاث سيناريوهات واقعيين جدا لفندق موجود لاول مره في مصر وهو جراند ميلينيوم. الفندق ده ليه 152 فرع حوالين العالم متخصصين في الفنادق، ليه بس 12 فرع موجودين في دبي وفي ابو ظبي. المشروع ده مهم جدا في منطقه الابراج السياحيه في الداون تاون. طبعا مش هنتكلم عن شركه النيل لان هي حققت نجاحات قويه جدا الفتره اللي فاتت في السوق العقاري في العاصمه الاداريه وبره العاصمه الاداريه، وفي مشروع النيل او تايكون تاور المشروع الفندقي برضو حققت نجاحات عاليه جدا من خلال جراند ميلينيوم ان هو يكون اول مره موجود في مصر وان هو يكون فندق عالمي وموجود على ارض مصريه جوه العاصمه الاداريه في الداون تاون في الابراج السياحيه. هنتكلم في الفيديو ده عن نقط مهمه جدا للاستثمار وهنحسب الار او اي والعائد الاستثماري او الايجار. بس قبل ما يبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه عشان نكمل الفيديو بتاعنا عشان يوصل لكم كل جديد. انا معاكم نوره محمد من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. ريت الفندقي بيتحسب على اساس ايه؟ بيتحسب على اساس انت قريب منين من داون تاون المنطقه اللي انت فيها، في دبي، في مصر، في الامارات، اي دوله من بره مصر او في جوه مصر بتحسب انت قريب منين من الداون تاون، قريب منين من وسط البلد، قريب منين من المعالم اللي هتكون موجوده اللي هتعلي لك ريت الايجار بتاعك. وده بالظبط اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. احنا في الداون تاون في العاصمه الاداريه على النهر الاخضر، معلم سياحي مهم جدا موجود في العاصمه الاداريه. ريت الايجار بيتحدد النهارده من اول 8000 بيوصل معانا ل 19 20000. هنتكلم بسعر اليوم وهنتكلم بمتوسط اليوم، مش هنتكلم بسعر بعد 5 سنين. يعني السعر اللي احنا هنتكلم بيه بتاع النهارده بعد 5 سنين ممكن يبقى الدبل ده لو ما كانش تريبل كمان بالنسبه للاسعار اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. هنتكلم على 3 سيناريوهات للاستثمار او للفندقي ممكن الريت بتاعنا يجي لنا عن طريق 3 حاجات. بس الاول خلينا نحسب متوسط السنه والريت بتاعها بيكون عامل ازاي. لو اتكلمنا في متوسط 12000 في السنه 365، هنضرب ال 12 في 365 يوم، هنتكلم مثلا ان هي السنه كلها ممكن تجيب لنا 4,380,000 ده في السنة الواحدة. طيب لو حسبناها بقى الفندق ما اشتغلش بنسبة 100%، اشتغل بنسبة 90% بس، وده أول سيناريو معانا. هنتكلم في 90% بس من ال 4,380,000 هتبقى عاملة معانا 3,942,000، ده قبل طبعا نسبة التشغيل بتاعة الفندق. نسبة التشغيل بتاعة الفنادق بنتكلم بتتراوح من 30% ل 50%، مش هحسبها على اقل حاجه 30%، هحسب على 40%، ودي النسبه النورمال شويه ان الفنادق ممكن تاخدها كنسبه تشغيل. لو خصمنا 40% من المبلغ ده اللي هو ده اللي بيجي في السنه، هنتكلم ان هي عامله 2,365,200 في السنه. لو الفندق اشتغل بنسبة 90% وخدنا نسبة الإدارة التشغيلية بتاعة الفندق، ده هيكون صافي الربح 2,365,200، ده أول سيناريو معانا. تاني سيناريو معانا ال 75%. طيب ال 75% من توتال 4,380,000 هتبقى معانا 3,285,000، ده قبل طبعا المصاريف التشغيلية بتاعة الأوتيل. المصاريف التشغيلية برضو هنحسب على نفس النسبة ال 40%، هنتكلم صافي الربح في النسبة ال 75% 1,971,000، ده صافي الربح بعد مصاريف التشغيل بتاعة الفندق بعد كل حاجة. وعلى فكرة دي النسبة النورمال جدا للفنادق ان الفندق يشتغل 75% في السنة، مش 100% ولا نسبة أقل من 100%، هو نورمال 75. طيب الفندق ما اشتغلش، نسبة النورمال اللي هي 75 هنحسب بقى على أقل سيناريو أو أسوأ سيناريو ممكن يكون معانا في الفندق، نسبة 60%. نسبة 60% قبل المصاريف التشغيلية بتاعة الأوتيل هنتكلم إن هي هتبقى عاملة 2,628,000. هنشيل النسبة بتاعت الفندق اللي هي 40%، مش هحسبها على 30، هيبقى صافي الربح معانا 1,570,000، ده صافي الربح بعد النسبة اللي هي 40%. وكمان على أسوأ سيناريو ممكن الأوتيل يوصل له 60%. يعني متخيلين احنا بنحسب بسعر النهاردة أوتيل تبع فرانشايز كبير جدا جراند ميلينيوم ليه 152 فرع حوالين العالم، وفي دبي بس ليه 12 فرع في دبي في السنتر بتاع دبي وأبو ظبي، ممكن ان هو يعمل 60% بس من الارباح ويوصل لك 1,570,000 بسعر النهارده.
تاريخ النهارده. طبعا فيما بعد التسليم بعد 5 سنين والدنيا لما تشتغل السعر ده هنضربه في 3 وهيبقى السعر تريبل كمان، وهيكون كمان بالدولار مش هنحسبه بالجنيه المصري زي ما احنا ما بنحسب العوائد بتاعتنا. ده نظام نظام اول نظام موجود معانا في نظام العوائد. عندنا نظام تاني تبع الاوتيل برضو ان احنا ممكن نخلي العميل يشتري معانا وحده بنسب 25% 75% او 100%، وده بيكون برضو بالاتفاق مع الاوتيل، والنسب دي هنشرحها لكم بالتفاصيل في فيديو تاني او ممكن نشرحها لكم عن طريق التليفون او الواتساب. نسبه ال 25% وال 75 وال 100% العميل بيتملك 25% من الوحدة، ودي الاسعار بتبدا معاها من 2,500,000، وعلى فكره بتبقى نفس الايجارات بتاعه الحسبه اللي احنا حسبناها دي، بتبقى نفس الحسبه بالظبط اللي احنا حسبناها، بس بدل هنا ما بنحسب على 12,000 والسعر ده علشان الوحده بتاعتنا كبيره شويه هنحسب 12,000 على المبلغ اللي احنا واخدينه. ده بالنسبه للايجارات اللي هتكون موجوده بالنسبه ال 25% وال 50% وال 100%. والنظام بقى ده نظام الايجار تبع الفندق. عندنا نظام تاني اند يوزر، وده الوحدات بتاعته بتكون من الدور ال 39 لحد الدور ال 50. عندنا كذا تايب بقى، في عندي استوديو 1 بيدروم 2 بيدروم 3 بيدروم، وعندي بنت هاوس، وتايب جديد اسمه تايكون فيلا ده برضو هيكون موجود معانا يوم اللونش لاول مره. عندنا خصومات 12% على اول اسبوع للونش، بعد كده بتقل تدريجيا. عندي انظمه سداد بتوصل لحد 8 سنين مع تايكون تاور شركه النيل، والاول مره في مصر مشروع فندق جراند ميليوم هيكون موجود في العاصمه الاداريه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرتوا ان انتوا تستفادوا من الفيديو ونحسب الار او اي مع بعض. طبعا لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن المشروع او اي مشروع تاني ممكن تتواصلوا معانا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه. انا كنت معاكم نوره محمد من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري.